بسم الله. فرد لعب الغالي بالحاج. كنت ممثل شركة طهور، والشركة فلست لأن كان عندي لقيت بإصابة ما بين هاد الشركة وشلاب نتاع الأبناك، ومنهم جبرت أبناك كانوا يختلسوني ويتلعبوني في الشلة شيكان، كيخرجوا لي الشيكان بعدها. ها هو واحد، ها هو رقم 22496. القيمة نتاعو 10,227,270. هاد الشيك أصلي، هاد الشيك أصلي، خلصتو، خرجوه لي في كشف الحساب نتاعي. ما تصورش، ها؟ راك مريض؟